التحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين، إلى أي انتماء، إلى أي جهة، وهم اليوم وحدة متراصة في هذا العمل المقاوم. نقول لهؤلاء: الأمة معكم، قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم، تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم، وكل ما عندنا معكم، لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس. واللي واقفين على بوابة القائم، إذا بسمعوا